أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار من ميديان تي في في طنجة. ونصل الآن إلى فقرة الضيف أو لقاء الأحد، حيث نستضيف الأستاذ دريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، من أجل مناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية عقب قرار مجلس الأمن الجديد واستمرار استفزازات جبهة البوليساريو وانتهاكاتها للاتفاقات العسكرية. أستاذ الجريني، مساء الخير، مرحبا بك معنا في ميديان تي في. مساء الخير. أهلا وسهلا. في البداية أستاذ، جبهة البوليساريو كما تابعت تتمادى في تحدي الشرعيه الدوليه، نظمت استعراضا عسكريا على امتداد 3 ساعات ونصف امام ما تسميه بوزاره الدفاع بمشاركه حوالي 110 عسكريين. الا يشكل هذا السلوك تحديا لقرارات مجلس الامن الدولي ومسلسل التسويه السياسيه؟ فعلا، يعني ما قامت به البوليساريو في الاونه الاخيره هو مجموعه من السلوكات التي تعكس يعني افلاس طروحات البوليساريو، وخصوصا بعد توظيف مجموعة من المداخل التي ظهر فشلها، سواء تعلق الأمر باستغلال ما سمي أو محاولة استغلال بعض الأمور المرتبطة باستغلال الثروات الطبيعية، أو قبل ذلك يعني الحديث عن الاستفتاء الذي لم يعد له أي أثر في قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، وأيضا جهودها فيما يتعلق بمحاولة توسيع صلاحيات المنصوص لتطال حقوق الإنسان. اليوم بدأنا ننظر إلى خروقات من نوع جديد تحاول بها البوليساريو العودة إلى الواجهة أو إلى واجهة الأحداث من جديد، من خلال ما يسمى بالإدارة بالأزمات، أي محاولة افتعال أزمات من خلال خرق يعني مجموعة من الاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص وبإشراف الأمم المتحدة. ولذلك أعتقد بأن ما قامت به البوليساريو في الآونة الأخيرة ولا يعكس فقط إساءة للمغرب، بل هو فيه تعسف وخرق للاتفاقيات المبرمة، وكذلك فيه يعني تهديد للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة أيضا إلى محاولة تحدي الأمم المتحدة باعتبارها راعية يعني تدبير هذا الملف. ولذلك أعتقد بأن ما قامت به ويمكننا أن نعتبره بأنه محاولة للهروب إلى الأمام، لأنه لم يعد لديها من خطابات يعني تبين على أنها متجاوزة من خطابات أخرى غير التلويح بالعنف أو غير المحاولات فرض الأمر الواقع بالصورة التي طبعا لاحظناها في الآونة الأخيرة، والتي يعني تعكس بالفعل يعني عملا خطيرا يستدعي بطبيعة الحال يعني التنديد به من قبل المجتمع الدولي. وقد لاحظ دكتور الجريني أن الاستفزاز الأخير للجبهة الانفصالية تم إدراجه من قبلها ضمن ما تصفه بالتمهيد للعودة إلى ما تدعوه الكفاح المسلح. كيف يمكن قراءة هذا التصعيد الذي يتعارض مع المسار الذي أخذه ملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن، ثم ما هي انعكاساته أيضا على واقع السكان في تندوف؟ أولا بالنسبة لهذا الموقف، فكما قلت يعني هو امتداد لمجموعة من السلوكات التي تحاول بها البوليساريو أولا العودة إلى واجهة الأحداث، ومن ناحية أخرى يبدو أن هناك إفلاسا في الخطاب، وخصوصا وأن يعني ساكنة تندوف يعني لم يجدوا أي يعني مبادرات تعكس فعلا يعني الرغبة في 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 حل هذا الملف، خصوصا أمام طرح المغرب لحكم الحكم الذاتي، وكذلك بالنظر كذلك إلى القرارات، قرارات مجلس الأمن التي تحث على استحضار حسن النية، وأيضا بالنظر إلى ما عبر عنه المغرب من حسن النية في هذا المجال. وبالتالي فالتهديد بالعنف أعتقد بأنه هو محاولة لخلط الأوراق بالصورة التي تعكس على أن ثمة يعني كما قلت يعني إفلاس في الخطاب، لأن البوليساريو يبدو أنها لم تستوعب يعني التحولات التي حدثت في الميدان أي على المستوى الواقع، وهذا ما نجده في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بأن مجمل قرارات مجلس الأمن أولا تؤكد على جدية جهود المغرب لتدبير هذا الملف، ومن ناحية أخرى تتحدث عن حل
متفق عليه وحل واقعي، والحل الواقعي معناه أنه يأخذ بعين الاعتبار التحولات والتطورات التي وقعت على أرض الواقع على امتداد يعني أكثر من 3 عقود. وبالتالي أعتقد بأن يعني التهديد بالعودة فيه إقبار يعني لمجموعة من الجهود التي ركمتها الأمم المتحدة، ومجموعة كذلك من الجهود التي عبر عنها المغرب واتخذها المغرب بصورة تعكس بالفعل رغبته في طي هذا الملف. وهذا طبعا ما يجعل البوليزاريو اليوم أمام مأزق حقيقي، مأزق أمام الأمم المتحدة، أمام المجتمع الدولي، لأن ما تقوم به كما قلت يعني أو ما تهدد به ولا يشكل، خصوصا في هذه الظرفية وفي هذه المنطقة الاستراتيجية، ولا يشكل فقط إساءة للمغرب، ولكن هو يجسد بشكل واضح إساءة للسلم والأمن الدوليين، وكذلك تحدي للأمم المتحدة، على اعتبار أن هذا يبرز لنا أن البوليزاريو غير جادة في إيجاد يعني أو في بلورة حل توافقي وواقعي كما تؤكد على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتعتقد دكتور أن الجبهة تعول فعلا أن يسمح لها في الذهاب بعيدا في تهديداتها، أم أنها تريد فقط تأزيم الموقف؟ أنا قلت يعني قبل قليل على أنه البوليساريو تحاول أن تخلق الأوراق وتحاول كذلك أن تعود للواجهة بأي شكل من الأشكال. وطبعا يعني المغرب يعني عبر بصورة واضحة يعني بأنه مستعد طبعا لمواجهة كل التحديات التي تواجه يعني سيادته ووحدته الترابية بكل الأشكال، ولاحظنا ذلك حتى في الخطاب الملكية التي كانت تؤكد على أن بقدر ما المغرب يعني واثق وجاد ومصر على السبل السلمية لتدبير هذا الملف في إطار ما ركمته الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن من قرارات، هو أيضا مستعد لمواجهة كل التحديات بالسبل التي تتناسب مع طبيعة السلوكات والاستفزازات التي يمكن أن يقوم بها الطرف الآخر. وهذا الاستفزاز كما قلت ليس هو الأول، يعني كانت هناك استفزازات سابقة، والمغرب يعني تحرك معها بصورة يعني جادة وبصورة صارمة، ربما استوعب حينها الطرف الآخر بأن المغرب يعني جاد في لمواجهة أي تحديات أو أي خروقات فيها بالخصوص. وكما ذكرت دكتور الجريني، مجلس الأمن الدولي عبر في قراره الأخير عن قلقه إزاء استفزازات البوليساريو وانتهاكاتها للاتفاقات العسكرية في الصحراء، بل وأمر الحركة الانفصالية باحترام التزاماتها التي قطعتها في هذا الصدد أمام المبعوث الشخصي السابق الأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر. هل تعتقد دكتور الجريني أن جبهة البوليساريو سوف تمتثل لدعوة مجلس الأمن بهذا الخصوص؟ أولا يعني قرار مجلس الأمن الأخير أعتقد بأنه جاء في سياق يعني حقيقة استثنائي، بحيث أن هناك خرق واضح لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وهناك استفزازات كما قلت عقل مصالح ليست مصالح المغرب ولكن مصالح دولية وتهديد السلم الأمن الدولي بشكل جدي. حقيقة أنه كنا نتمنى لو أن مجلس الأمن يعني أدان بصورة واضحة هذا السلوك، وإن كان القرار بصورة غير مباشرة عبر عن رفضه لهذه السلوكات، ويمكننا أن نستقي ذلك من خلال أن المجلس أكد على أهمية يعني النهوض بالعملية السياسية، ثم كذلك أكد على ضرورة يعني تمديد ولاية الأمم أو يعني أكد ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة يعني في الأقاليم الجنوبية الأقاليم المغربية، وبالصورة التي تعكس يعني رفض المقاربة التي يريدها أو تريدها البوليساريو وهي فرض الواقع. فالأمم المتحدة مصرة على نهج مقاربة يعني سياسية ومقاربة في إطار التفاوض، وترفض كل مظاهر فرض الأمر الواقع. وكان هناك طبعا إشارة إلى رفض يعني استفزازات أو رفض يعني السلوكات التي من شأنها أن تهدد اتفاقيات وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. ولذلك أنا أعتقد بأن يعني ما تقوم به البوليساريو حاليا هي فقط يعني محاولات للعودة كما قلت منذ البداية للواجهة، ومحاولة لإعطاء الشرعية أمام يعني فيما يتعلق ب يعني متابعة هذه القضية، في حين أنه الواقع يعكس أن كما قلت أن خطاب البوليساريو أفلس، ولم يعد هناك جديد
لتقدمه، خصوصا وأن خطابها لم يتغير، يعني في الوقت الذي نجد فيه أن المغرب يعني عبر بصورة ملموسة وواقعية عن رغبته في طي هذا الملف بصورة كما قلت واقعية من خلال مشروع الحكم الذاتي الذي هو يوازن بين حلي يعني الاستقلال وحل الوحدة، وفي الوقت كذلك الذي عبر فيه المغرب على أمام الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي عن رغبته كذلك في إجراء محادثات ولقاءات تعكس الرغبة في طي هذا الملف، نجد بأن الطرف الآخر ما زال يردد نفس الطروحات، ورغم أن حتى الأمم المتحدة لم تعد تتحدث عن ما يعني تسميه البوليساريو الاستفتاء، وبالتالي فالطرف الآخر يبرز يعني يتبين على أنه غير جاد بالفعل، خصوصا وأن الأمم المتحدة قررت الأخيرة وخصوصا قررت مجلس الأمن وحتى القرار الأخير قرار يعني 25-48 هناك تأكيد عدة مرات على ما نسميه بحسن النية، التحلي بحسن النية، ويبدو أن الطرف الآخر لا يتحلى بحسن النية، لأنه لا يمكننا أن نكسب رهان المحادثات السياسية واللقاءات والتفاوضات من خلال يعني قدم هنا في المفاوضات وقدم أخرى في الابتزاز وخرق الاتفاقيات والتهديد ومنع حركة السير في منطقة طبعا يعني استراتيجية. فأعتقد بأن تم مجموعة من الإشكالات المطروحة في هذا الصدد، ولا أعتقد بأن البوليساريو على أساس لها من يعني الرغبة في المواجهة العسكرية أو العودة إلى الخيار العسكري، على اعتبار أن المغرب بطبيعة الحال له من الإمكانيات كما قلت وعبر عن هذا في السابق في مواجهة أي ابتزاز يمكن أن يحدث في هذا الصدد. وبالتالي دكتور، على أساس كل هذه الشروحات، ألا تشكل الاستفزازات الصادرة عن الجبهة الانفصالية ردة فعل على قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء المغربية؟ لأننا تعودنا في كل مرة يصدر فيها قرار لا يناسب الجبهة فإنها تسعى بكل الطرق إلى التشويش على المسار الأممي للملف. هذا مرة أخرى بالفعل يعكس لنا هذا يعني هذا التناقض في موقف الجبهة، فكيف يمكننا أن نراهن على التفاوض أو على اللقاءات في إطار الأمم المتحدة وفي نفس الوقت نعود إلى التهديد وإلى الوعيد كلما كانت هناك قرارات أو كانت هناك يعني معطيات لا تتلائم مع مصالح البوليساريو؟ فمجلس الأمن طبعا في هذا القرار يعني القرار الأخير حقيقة كان واضحا، يعني قلت تمديد الولاية لسنة أخرى، وهذا فيه تأكيد على الدور الأممي وعلى أن الأمم المتحدة معنية ويعني مصرة على الاستمرار في متابعة ومواكبة هذا الملف، وهذا إيجابي ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن بالنسبة للمنطقة ولكل من يعنيه طبعا حل هذا النزاع. من ناحية أخرى هناك تأكيد على التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وفي ذلك رد على كل المقاربات التي تروج لها البوليساريو. فبالتالي عندما نتحدث عن الواقعية أي الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق على الأرض والأخذ بعين الاعتبار يعني الوقائع التي حدثت فيها، ثم كذلك التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها بما يتعلق بوقف إطلاق النار، ولأن الأمم المتحدة تعتبر على أن الامتناع عن يعني عن احترام أو عدم احترام هذه الاتفاقيات فيه تقويض لعملها وفيه كذلك لزعزعة استقرار الوضع في الصحراء، بالإضافة كذلك إلى عرقلة مسار التسوية الذي تحاول الأمم المتحدة أن تدعمه في هذا الخصوص. ثم كذلك تم التأكيد وهذا مهم جدا، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، مع حث، وهذا هو الأمر الذي أريد كذلك أن أشير إليه، وهو حث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة أو على المشاركة بشكل مثمر مع يعني الأمم المتحدة وخصوصا مع بعثة المينورسو، لأنه هنا فيه إشارة واضحة إلى الجزائر، والجزائر التي تحاول كل حين يعني التبرؤ من هذا الملف وتحاول أن تنأى بنفسها على المستوى الخطاب وعلى المستوى الرسمي، فالأمم المتحدة تبرز مرة أخرى وتؤكد على أن يعني توخيها لحسن النية والتعامل بشكل مثمر مع الأمم المتحدة هو أمر أساسي في إطار كما قلت من حسن نية،
وبالتالي يعني هذه معطيات ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالقرار حتى نستوعب لماذا هذا القلق وهذا التوجه نحو يعني الاستفزاز من قبل البوليزاريو، لأن القرار كما قلت فيه مجموعة من المعطيات سواء واضحة أو بين السطور التي تبرز أولا فيها تأكيد على جدية جهود المغرب يعني المبرمة تحميل الجزائر كذلك لمسؤوليتها في هذا الخصوص، وهذه طبعا كلها تقلق الجزائر ومن يدعمها. وعندما يقرر المجلس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دكتور جري يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد مع التأكيد مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، ما هي القراءة الأولية الممكنة لهذا القرار؟ عفوا، عندما يقرر مجلس الأمن تمديد مهمة المينورسو سنة إضافية وفي نفس الوقت يؤكد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، ما هي القراءة الأولية لكم لهذا القرار؟ هذا فيه أولا تأكيد على جدية جهود المغرب، وهذا ليس جديدا في هذا القرار، يعني مجمل القرارات التي برزت منذ طرح المغرب لمشروع الحكم الذاتي هناك دائما تأكيد على جدية وواقعية هذا الخيار، وكذلك تأكيد على جدية المغرب فيما يتعلق بالدفع لحل هذا الملف. وطبعا عندما نتحدث عن هذا المشروع لا ننسى كذلك بأنه وجه أو يعني استقبلته الكثير من القوى الدولية الكبرى بالترحيب، لأنها وجدت فيه أنه مدخل مهم ويحاول أن يوفق بين مختلف المواقف المتضاربة بشأن هذا الملف. وبالتالي يعني حتى يعني أن الكثير من النخب الصحراوية طبعا كذلك وثقت فيه ويعني عبرت عن 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 أهمية وعن يعني حيوية وواقعية هذا الحل بصورة بطبيعة الحل بصورة يمكنها أن يعني أن تحل هذا المشكل القائم، وهو مشكل طبعا مفتعل. ومن ناحية أخرى طبعا عندما نتحدث عن قرارات مجلس الأمن الأخيرة كذلك هي تؤكد كما قلت على الدور الجزائري، بحيث أن الجزائر يعني ينبغي عليها أن تدفع بصورة إيجابية ولو بالحيال حتى يكون هناك طبعا توازن في التفاوض وحتى تكون هناك حسن النية فيما يتعلق بتدبير هذه الملف. ولكن دكتور لماذا الجزائر ترفض الجزائر لماذا الجزائر ترفض اعتبارها كطرف يعني له ارتباط بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية؟ الرفض الجزائري أعتقد بأنه يحيل إلى مجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول وهو يعني أولا بالنسبة للمجتمع الدولي اليوم هناك قلق، وهناك يعني قلق كبير من أن استمرار هذا الملف هو لا يشكل فقط قلقا بالنسبة للمغرب أو يعني إزاءة للمغرب، بل هو يهدد السلم والأمن الدوليين، خصوصا وأن هناك قناعة واضحة لدى الأمم المتحدة ولدى مجموعة من المؤسسات والدول الكبرى والمؤسسات الدولية والدول الكبرى بأن مناطق التوتر ومناطق النزاعات تمثل مرتعا لبروز الكثير من الإشكالات والتهديدات العابرة للحدود، كما هو الشأن بالنسبة للتهريب بكل أشكاله، تهريب البشر، تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة، ثم كذلك هو مرتع للإرهاب وتمدد الإرهاب الذي أرق العالم. وأيضا هناك قناعة بأن حل هذا المشكل سيسمح ب تعزيز حتى يعني القرار الأممي الأخير، يعني هناك إشارة إلى أن يعني حسم هذا المشكل سيدعم بناء تكتل إقليمي واعي، وحتى يعني مجموعة من الدول تؤكد على هذا الأمر، وبالتالي بقاء هذا المشكل بهذه الصورة فهو يمثل أحد التهديدات التي يمكنها، وخصوصا مع هذه الاستفزازات وغيرها يعني يمكنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين. من ناحية أخرى يعني اليوم الجزائر دورها أصبح واضحا، يعني حتى الأمم المتحدة في القرارات الأخيرة أصبحت
يعني تخاطب، لم يعد هناك خطاب فقط للدول المجاورة أو الدول المعنية، بل هناك إشارة بصورة بلغة واضحة للجزائر بالصورة التي يعني تبرز مسؤولية الجزائر في بقاء الأمور على حالها. وبالتالي الدور الجزائري مهم جدا، فالجزائر تريد أن تنأى بنفسها كل حين بأنها غير معنية، لأن أعتقد بأنها تريد أن يبقى هذا الملف بهذه الصورة، لأنها طبعا تشتغل به داخليا وتشتغل به في إطار ما نسميه ب يعني الإدارة بالأزمات، ويعني خصوصا وأن هناك أطراف داخلية حتى داخل الجزائر لاحظناها في الآونة الأخيرة تعبر عن رغبتها في تدبير هذا الملف الذي أصبح يعني لم يعد خافيا كلفته بالنسبة للداخل الجزائري لا على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي. وأعتقد بأنه اليوم لم يعني حتى في الداخل الجزائري لم يعد هناك من ينكر أو يعني لا يعرف على أن الجزائر فعلا معنية بهذا الملف، وهي طبعا بهذه الصورة طبعا تريد كما قلت أن تنأى بنفسها عن الانتقادات التي أصبحت تتزايد في الآونة الأخيرة داخليا وإقليميا ودوليا فيما يتعلق بمسؤوليتها أمام بقاء هذا بهذه الصورة، وخصوصا مع يعني الدور الذي تلعبه والدعم الذي تقدمه إلى الجبهة. نعم. كيف تنظر دكتور الجريني إلى مسألة تأكيد مجلس الأمن تجديده التأكيد على أهمية وضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة وتشجيع استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل وأطراف النزاع التي حددها في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو؟ هذا يحيلنا إلى مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى هي أن الأمم المتحدة تبرز بذلك على أن مثل هذه الخارجة التي أصبحت ترفعها البوليساريو وهذه الاستفزازات في الآونة الأخيرة لا تقبلها الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة مصرة على مواكبة ومتابعة هذه العملية السياسية. والرسالة الثانية هي تحميل المسؤولية للأطراف الإقليمية المعنية وطبعا على رأسها الجزائر، وخصوصا وأن المفاوضات لا يمكنها أن تنجح ولا يمكننا أن نكسب رهان نتائج حقيقية دون أن يكون هناك حسن النية، وحسن النية يبدأ من توفير المناخ الإيجابي والمناسب لتدبير هذا الملف. وإلى حدود الساعة مع الأسف يعني الجزائر طبعا لا تترك مجالا لتوفير هذا الشرط، لأنه كما قلت يعني دائما عندما يكون هناك قرار لمجلس الأمن أو عندما تكون هناك خطوة مغربية يتم طبعا مواجهتها بتحرك دبلوماسي جزائري أو يعني محاولة الرد على كل ما يقوم به المغرب، وخصوصا يعني الإنجازات أو النتائج الإيجابية التي بدأت تبرز بصورة لا لبس فيها في السنوات الأخيرة. هل يمكن القول دكتور إن تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق يشكل في الأخير انتصارا للطرح الذي تدافع عليه المملكة المغربية، وقد نوهت واشنطن بمقترح الحكم الذاتي مرة أخرى؟ فعلا يعني أتتحدث عن مجلس الأمن أم الولايات المتحدة؟ لم أسمع بشكل مجلس الأمن عفوا مجلس الأمن حقيقة أن فعلا يعني مجلس الأمن هو دائما يتحدث كما قلت منذ أن طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي، والمغرب عندما طرح مشروع الحكم الذاتي أعتقد بأنه استوعب الوضع بصورة واضحة وجيدة. لماذا؟ لأن مشروع الحكم الذاتي هو يعني يمكننا أن نعتبره شكلا من أشكال أو هو تقرير المصير نفسه، لأنه يسمح للساكنة بتدبير شؤونها بصورة ديمقراطية من خلال مؤسسات يعني محلية أو جهوية، ويتيح لها اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المحلية بصورة يعني مستقلة. ولذلك نجد بأن مجلس الأمن ومجموعة من الدول ما فيها الولايات المتحدة الأمريكية هناك استيعاب واضح لهذا الجهد، وهناك استيعاب واضح لهذه المبادرة ومقتضياتها وبنودها التي تسمح بتحقيق الديمقراطية وتحقيق التنمية المحليتين. ولذلك أعتبر أن هذا الأمر فيه تثمين لهذا الجهد وفيه تأكيد على هذا الخيار، شكرا جزيلا لك، خيارا إيجابيا.
الدكتور إدريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أشكرك جزيل الشكر على مساهمتك القيمة معنا في هذا الموضوع، شكرا لك. هذا الحديث مشاهدينا الكرام تجدونه على موقعنا الإلكتروني mediantv.com وباقي منصاتنا. شكرا لكم على وفائكم، دمتم في رعاية الله.